طيب وزارة الأوقاف كان ليها جهد كبير في محاربة الفكر المتشدد في مصر، وبدأت تسيطر على مساجد كتير وتحط قواعد. ماذا فعل الأزهر لمحاربة الفكر المتشدد حتى الآن؟ الأزهر أكثر جهات قامت بعقد مؤتمرات عديدة لتصحيح الخطاب الديني. الأزهر يقوم بإرسال قوافل دعوية إلى محافظات مختلفة حتى في المقاهي. البعض بيستنكر على الأزهر إن هو أحياناً بياخد إجراءات سريعة جداً مع حد زي إسلام بحيري، زي الشيخ محمد عبد الله ناصر، مع تحفظي على سواء ده أو ده، هما يعني مش مجالنا دلوقت، وفي نفس الوقت ما زلنا مصرين إن مفيش تكفير لداعش. طبعاً بالنسبة لموضوع إسلام بحيري، راجل صاحب برنامج فله التأثير الأكثر بالنسبة للناس العامية الذين لا يريدون الذين لا يعرفون حقيقة الإسلام، وأن ما كان يقوله في برنامجه طبعاً هو فيه ازدراء للأديان، وهو يقول غير الحقيقة، لأن عندما يتهجم على فقهاء المذاهب الإسلامية الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، أين هو من هؤلاء يعني الذين وضعوا الأسس والقواعد بالنسبة للفقه الإسلامي؟ يعني عندما يكذب الإمام أبي حنيفة أو عندما يقوم بتكذيب الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل، إلى أي درجة وصل هذا السفه من هذا الرجل؟ ده أنا هذا الكلام لا يمكن أن أقول أنه مرتد، ارتد به عن الإسلام، لأنه هؤلاء قيمة وقامة، ده فقهاء. معلش يا فندم ثواني أقطع حضرتك، ارتد عن الإسلام عشان هاجم الأئمة الأربعة؟ ايوه، لانه اعتقد ان دي مش قاعده شرعيه. معلش انا عايز الاول اسمع من حضرتك تعريف ازدراء الاديان. لانه يقوم بانكار ما هو معلوم من الدين بالضروره، يقوم ما بإنكار هو معلوم من الدين بالضروره، فهو لهؤلاء الفقهاء القران والسنه. أيوة، المؤكده. ولكن هؤلاء الفقهاء وضعوا القواعد والاسس الذي بني عليها الفقه الاسلامي، فعندما ينكر جهود هؤلاء، يعني هل وصل به الامر او الاستهتار الى هذا الامر؟ ولهذا أما بالنسبة لعدم تكفير داعش، طبعا تكفير داعش هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما فهو لم يخرج من الملة، يعني مثلا ما قالش ما فيش إله وأن محمد ليس برسول الله عشان يخرج من الملة، إنما هو بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، الأعمال التي يقومون بها أعمال عصاة وفسق، فهم وأعمال كافرة، فإذا هم الأعمال التي يقومون بها هي تمثل عصيان وفسق وأعمال كفر، إنما لا أستطيع أن أقوم بإخراجهم من الملة، لأنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لازم الناس تعرف الحقيقة بين الأعمال التي يقومون بها هي أعمال لا تمت للدين الإسلامي بصلة. ولذلك أما بقول الأزهر أمن قومي، لأن هؤلاء الدواعش يأخذون آراءهم من الفكر الواحد الذي لا يستوعب الرأي والرأي الآخر، كما هو موجود في الفكر الوسط للأزهر. الدواعش يلقنون أو يأخذون العلم بالتلقين وليس بالدراسة الوسطية، كما ما هو موجود في جامعة الأزهر. ولذلك طبعا أعمالهم أعمال كفر، أعمال فسق وعصيان، إنما لا أستطيع أن أقوم بإخراجي من الملة. يعني حضرتك دلوقتي كفرت إسلام بحيري واتهمته بالردة؟ لا، رغم أن إسلام بحيري أيضا يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، أنا ما بقولش كافر، ده حضرتك قلت حاليا أن ما يقوله إسلام بحيري فهو ردة. لا، يعني في بعض أقوالي، إنما برضك لا أستطيع أن أقول كافر. يعني إسلام بحيري أخطر من داعش؟ لا، هو أخطر من داعش عمل فردي وبينتهي، إنما دي برنامج متواصل كل يوم يبث السموم لعامات الناس الذين لا يعرفون حقيقة الدين، ومن ثم بيقول له تأثير. طب ما حضرتك رد عليه بالفعل. إذن هو عليه أن يقرأ جيدا الإسلامي وتاريخ فقهاء المذاهب الإسلامية حتى يستطيع أن ينقل المعلومة الصحيحة لجمهور المشاهدين. قرارات الفصل والإيقاف أو الفترة اللي فاتت سواء لأساتذة أو لطلبة، هل قضت على الإخوان داخل جامعة الأزهر؟ استطاعت جامعة الأزهر أن تضع يدها على هؤلاء
ومن ثبت عليه الخروج عن المذهب الوسطي أحيل للتحقيق، ومن ثم أحيل لمجلس تأديب، ثم بعد ذلك قام فصله وعزله. واستطاعت جامعة الأزهر أن فعلاً في خلال هذه الفترة أن تسيطر على كل من يخرج، أنا ماليش دعوة بالجماعة بينتمي إلى إيه، على كل من يخرج عن الفكر الوسطي بمقتضى القانون إحالته للتحقيق، فإذا ثبت تورطه أو الوقائع ثابتة عليه يحل مجلس تأديب، ومن ثم بمقتضى مجلس التأديب إما أن يفصل وإما أن يبرأ على حسب الوقائع التي تنسب إليه. يعني جامعة